تدرون الحين الوضع اللي عندنا مو زين، واحنا دائما نقول لكم يا جماعه مو من الحين، من سنه سنتين ثلاث الاوضاع مو زينه، الاوضاع التدني، فصفوا نفوسكم وبالدعاء والصدقه الله سبحانه وتعالى يبعد عن اول شيء كويتنا وابونا الصباح وكل اهل الكويت، يبعد عن خليجنا عن عربنا عن اسلامنا، كل الناس اللي قاعد تحاول تفرق الاسلام، تفرق اوضاع الاسلام، وخصوصا يا جماعه الدجال عور له تليفون واتساب، هذا الدجال عور دش في قلوبنا كلنا، اللي ما يعرف الدجال عور ترى هذا الدجال عور، عين بالسماء عين بالارض، هذا هو. فلا تخلونا، يعني انا ساعات اتفاجئ ادش المسجد بنصلي نشوف الشباب قاعدين ياذن ويصلون الحين قاعد، هذا يعني ايش اقول لك؟ فصفوا نفوسكم وصفوا كل شيء، طبعا كل واحد لحسابه، فان شاء الله يعود علينا سنه خير. طبعا جاسم مهمل ما يتوقع ان الجاي مو زين، الجاي مو زين، الجاي مو زين، خلوا جاسم على الكتب، انتم كل واحد قاعد يدرس الموقع ويشوف، لان في عندنا اكثر من 11 دوله منسوب الماء البحر رجع حوالي 10 11 كيلو راح بباطن الارض، راح يطلع انفجارات الحين هالايام تشوفونها، الغبار والزلازل قاعد تحوش والمصايب قاعد تحوش الدول، وشوي هذا كلها بدايه، ليش؟ لان بدات الناس نفوسها داخل تصير ضعيفه، ايمان ماكو، قتل، ضرب، كل شيء. فطبعا احنا نتمنى نقول يا الله انه بس رش على دول الخليج والاسلام والعرب والكويت راحه وطمانينه وسلام وامان، وجزاكم الله خير. طبعا جاسم بهمن كتم لكم كل شيء، ويقول لكم بعد برمضان لا تروحون وراء التلفزيون، لان لو وراء التلفزيون مسلسلات ما مسلسلات، هذا لكم الحين، هذا نصيحه منه وتنبؤ منه، يقول لكم لا جابوا المسلسلات، جابوا القران والعباده، واهم شيء الاعمال الخيريه، ايش كثر ما تقدر قدم. ونختم لكم طبعا مع الكينج اوف ذا كينج جاسم بهمن، وقال لكم رساله ونشكره دائما على ياته، هو يحق اي واحد يبي، لا تطلعون على كلام ما يحق احد، ترى هو يحق الناس كلها، وهذا اليوم ياني زارني وراح اعيد يصير بعد راح تشوفونا ببيوت وايد، ولكم شكرا يعطيك العافيه ما قصرت حبيبي، ما قصرت جزاك الله زين، وسامحنا على القصور حبيبي كابتن، والغدا اليوم راح عليك طبعا صرنا نطول يلا يلا شكرا حبيبي.